السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعازينا الحارة لأسرة الشهيد الطفل ريان، وتعازينا الحارة لكل الشعب المغربي على دعمه لهذا الطفل عندما كان في داخل تلك الحفرة في البئر، والآن هو شهيد عند الله ليرحمه الله عز وجل في هذا اليوم. ونحن فعلا مصدومين من هذا الخبر الذي أتانا كالصاعقة. لقد فرحنا في ماذا أقول لكم، لقد فرحنا في الدقيقة الأولى أو الثانية عندما سمعنا خبر خروجه على قيد الحياة، والكل كان سعيدا أن الطفل ريان خرج من البئر وسيذهبون به إلى المستشفى في سيارة الإسعاف. لكن بعد دقيقتين من وصول سمعنا بذلك الخبر، لا أعرف، لقد صعقنا بخبر وفاته. الله أحبه، الله أخذه، لذلك نوكل أمره لله عز وجل. وكما أقول دائما، ليرحم الله الشهداء وتعالي الحارة لأسرة الشهيد، أنا أقصد الأم والأب وكل عائلة سواء القريبة أو البعيدة للطفل. وأيضا وصلنا حاليا خبر أن جلالة الملك محمد السادس أرسل برقية تعزية بوسط الديوان الملكي يعزي فيها والدين الطفل الشهيد ريان. على الأقل ربما ستساعدهم هذه البرقية لكي ينسوا قليلا معاناتهم البريء. وأتمنى أيضا من الجميع من سيشاهد هذا الفيديو أن يدعو للطفل بالرحمة والمغفرة. وفعلا لقد سعدت بشكل كبير عندما تلقيت خبر خروجي من هناك، وقلت إنها معجزة وكل شيء، وفرحت بشكل كبير. وفي الأخير صدمت بهذا الخبر، لكن لا أحد يتوقع ما يخبئه المستقبل. لقد فرحنا في دقيقة وحزننا في الدقيقة الثانية، ولهذا نترك كل شيء بين يدي الله. لا أحد يعلم المستقبل، ولا أحد يعلم ماذا يأتي في المستقبل. لذلك هذه الكلمة الأخيرة التي سأختم بها في الفيديو، وأتمنى من الله أن يرحم الطفل، وأتمنى منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، وداعا إن شاء الله.